طب هنا في بعض الناس ممكن بتحلم وبتشوف بعض الطيور اللي مش مفهومة أو مش مفهومة، مش معروف أسمائها إيه. والله بص أنا هقول لك على حاجة، أنا والله أنا عن نفسي شفت المنام ده، شفت طائر كبير كده ملوش، مش فاهماه أصلا، ولا هو بجع ولا هو الحيوان اللما ده ولا أي حاجة، طائر غريب 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 كان واقف جنب واحدة. بص أنا خدت الخبرة من الرؤية دي، الواحدة دي توفت. فده معناه ايه؟ ده اسمه ملك الموت، طائر الموت، فعلا توفت في نفس الاسبوع. والله شفتها بنفسي الرؤيه. يمكن صدفه يا صوفيا، والله شهيد. يمكن صدفه؟ لا 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 لا، انا اصلا كنت حيرانه من ايه الطائر ده، انا كنت حيرانه، قعدت ادور وابحث واعمل، طلعت لا جات لي خلاص بعد كده بقى في نفس الاسبوع حصل انها توفت البنت دي. تمام، فالطائر ده خلاص ده ثابت عندي. الطائر الغير معروف اضطرابه او ان هو يدخل مثلا لا قدر الله بيت حد يشيل منه حاجه ويطير، دي معناه ان هو لا قدر الله موت، يعني لانه بياخد من المتاع. مثلا في مريض في البيت وشفنا الطائر ده بيحوم على البيت المريض ده، اعرف ان ده ملاك الموت بقى، و ربنا يسترها، ربنا ان شاء الله مستر.